السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نعمل البنطلون للأطفال. يلا نعمل لايك بسرعة نبتدي على بركة الله. الأول هنعرف ازاي نقيس البنطلون على الطفلة. بوقف الطفلة قدامي واتعلم ازاي يعني اقيس لها البنطلون عشان اعمل على قد مقاس بعد كده، مش مضطرة ان انا احفظ يعني احفظ اي ارقام. تمام، باخد من عند العظمة بتاعت الوسط هنا لغاية الطول الكلي، واحاول اخلي البنطلون طويل عشان ما يقصرش مني. احيانا بتروحي تشتري بنطلون بتلاقي الحجر مظبوط، بتلاقي كل حاجة مظبوطة، ولكن مفيش في الطول حاجة يعني مظبوط بالظبط، وده صعب يعني. تمام، فبنقيس الطول وخدي الطول بزيادة كده لغاية رجلها، لغاية اخر رجلها كده. تمام، وبخليها تقف كده بالشكل ده، واقيس الطول للحجر من ناحيه الحجر بالشكل ده. تمام، بقيس الطول من اول الوسط لغايه هنا وبسميه الطول الكلي او الطول الخارجي للبنطلون. تمام، طيب، وبقيس بالشكل ده اهو، وباخد لغايه برضو الطول كده، باخد الطول الداخلي اسمه الطول الداخلي. يعني مفيش طريقه غير دي يا ام عبد الرحمن، دي طريقه يعني محرجه بعض الشيء. تمام، مش اي مشكله، عليها على كرسي بالشكل ده اهو، وحاولي تقيسي من اول العظمه لغايه الحجر، لغايه ما قعدت. تمام، لغايه ما قعدت. تمام، طيب، وبتطرحي الجزء ده من الطول الخارجي وبيجي لك اللي هو الطول اللي مش عايزه تقيسيه. هقولها تاني، انا مثلا خدت الطول الخارجي ده كده اهو، اسمه الطول الخارجي. الطول الخارجي، الطول الخارجي ده فرضا انه 35 سنتي. انا عايزة اجيب الطول الداخلي، عايزة اجيب الطول الداخلي. تمام، دي طريقة ان انا بقيس لغاية الحجر كده الطول الداخلي بتاعي، فبلاقيه حوالي يعني انا لو خدت الطول من هنا لغاية الوسط كده اهو كده 35 مثلا، وباخد الطول الداخلي بالشكل ده طلع لي 28. يبقى الطول الداخلي، خلي بالكم من النقطه دي، 28 اهو. تمام، لو طرحت الاثنين دول من بعض يديني الحجر، لو طرحت ال 35 ناقص 28 على طول على طول يديني المساحه بتاعه الحجر اللي باقيه. تمام، طيب، لو انا قستها كده الطول الخارجي ده 35، الطول الخارجي 35 سنتي. تمام، ورحت جاية مقعدة الطفلة بالشكل ده على كرسي، ورحت واخدة من اول العظمة كده لغاية مثلا ما قعدت حوالي 10 سنتي، لقيت مثلا هنا ايه الحجر 10 او 8 سنتي زي ما يطلع 8 سنتي مثلا. بطرح الاثنين دول من بعض يروح مديني الطول الداخلي، يروح مديني الطول الداخلي. تمام، طيب، تعالوا كده نشوف. انا مش عارفه هي صعبه ولا لا، بس يعني ان شاء الله تبقى سهله. تمام، انا هنا هعمل نموذج، بفرض حضرتك قستي على البنوته الطول بتاعها وطلع ده الطول الكلي اهو، ده طلع الطول الكلي للبنطلون. تمام، هنقول مثلا انه 30، بفرض انه 30. تمام، طيب، الطول الداخلي 20. طيب، في حاجة كمان عايزة اعرفها اللي هو وسع الرجل. يعني ايه وسع الرجل؟ يعني بقيس البنطلون بالشكل ده واشوف الوسع اللي انا محتاجاه. هنا الموضوع مختلف، انا مش بقيس زي الاسودة باخده كده، لا، انا باخد وسع بنطلون كده محترم عشان يعني اتخيل ان بنتي لابسة البنطلون بالوسع ده. تمام، فهقول 25، هقول ان هو نصه هنا كده، هاخد نصه. تمام، لا كده عشان تبقى واضحه كده، اخدت انا ايه، خدي بالك من التصوير يا حبيبه لو سمحتي اهو كده، اخدت ده ايه، ده اسمه وسع البنطلون. تمام، طيب، اخدت الطول الداخلي. تمام، طيب، قبل ما اخد الطول الداخلي لازم اعمل الحسبة. تمام، اطرح الخارجي من الداخلي، يعني الخارجي مثلا هنا قلت 30، هطرح منه الطول الداخلي وليكن
مثلا 20 سنتي، اصبح معايا الحجر 10. العشرة دي هي اللي انا بنزلها من فوق اهي. والله سهلة سهلة ان شاء الله. العشرة دي هي اللي انا بنزلها في من فوق، يعني انا لما اطرح الجزء ده من اول هنا لغاية هنا، اطرح منه رجل من جوه يديني الجزء ده، تمام؟ طيب الجزء ده هحط عليه قياس اكبر حجم، هضيف له حوالي 10 سنتي، يعني اكبر حجم. اكبر حجم عندي مثلا لو 40 سنتي، ربعه هيكون 10، هزود له 10 هيبقى 20، تمام؟ هيبقى 20 اللي هي هحطها هنا، تمام؟ هي انا يعني مفيش اي مشكله ان احنا نشرح تاني وتالت ورابع اهي مثلا، تمام كده كده ماشي الحال. طيب اروح بقى على طول على طول موصله الجزء ده بالحته الواسعه دي اللي فوق اهي، الحته الواسعه اللي فوق، تمام. الجزء ده عندي هو الحجر. طيب عايزين نعرف خروج الحجر من هنا، خروج الحجر من هنا قد ايه؟ خروج الحجر في الامام بيبقى 5، وضعفها على طول في الخلف بيبقى على طول الضعف. يعني هنا في الاطفال كقياس يعتبروه شيء من زي ما بنقول شيء اقرب الى الثبوتيه، ان ممكن يكون 4.5 4.75 او 5، تمام. بالتالي يبقى الخلف ضعف على طول. وفي الحليمي بنعمل كده، يعني الامام في الحليمي لو 7 أو 8 على طول الخلف بيبقى ضعفه، تمام. طيب انا هنا خرجت مثلا 5 سنتي بتوع الخلف، وبطلع بيهم لفوق، بطلع بيهم لفوق اهو، تمام. طيب انا بعملها شكل دائري كده عشان ما يطلعليش حردة البنطلون ناشفة، تمام. بيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى ده كده شكل البنطلون اهو كده، تمام. مفهوش اي صعوبة ولا اي حاجة صعبة، تمام. طيب طيب ده كده الامام اهو. هنا في البنطلون بعمل الامام لوحده والخلف لوحده، الامام لوحده والخلف لوحده. ناخد القماشة بالشكل ده اهو. الجزء المقفول ده، الجزء المقفول ده هو الجزء اللي على الجنب اللي هو الجزء المستقيم، هو الجزء المستقيم، تمام. طيب اهو بالشكل ده مع مسافات الخياطة، ولازم اعمل حسابي على التانية اهو. وهنا بعمل حسابي على الاستك، لان انا واخده البنطلون لغايه مقاس العظمه، باخد حسابي في الاستك الجزء اللي انا هطبقه على الاستك، تمام. ده كده الامام، تمام. طيب الخلف اهو، افتحي كده البنطلون تمام بالشكل ده. طيب الخلف بقى ليه بعمله لوحده؟ علشان الخلف عندي ضعف في الحجر، الحجر بتاعه اكبر، عشان بيريح الاطفال، خاصة لو طفلة صغيرة مثلا بتلبس بامبرز او حاجة، لازم يكون ضعف، لازم يكون الدوران ده ضعف، تمام اهو. بالشكل ده. يعني ايه ضعف؟ يعني باجي عند الجزء ده كده اهو اهو بالشكل ده كده اهو، لازم يكون ده، تمام. طيب ليه انا ما خدتش دوران وسط؟ ليه ما خدتش دوران وسط؟ عشان انا هركب استك، ما خدتش دوران وسط عشان انا هركب استك، تمام. يبقى كده معايا ادي الامام وادي الخلف اهو. الامام برضو فيه تركايه بسيطه قوي قوي كده، زي 1.5 أو 2 سنتي عشان ما يبقاش طالع فوق يعني منطقه البطن زياده، تمام. بس كده، ده كده الامام وكده الخلف. الخياطه باخد الجزء ده والجزء ده بس، تمام. هتلاقوا ان البنطلون من الخلف لازم يكون واسع شويه عشان الهانش، عشان منطقه الارداف كده. بسم الله اهو، تمام. واروح واخده
طبعا يفضل لو تنيتي الرجل كده قبل ما تعمليها بيكون افضل، تمام. لو اتني الرجل كده تنيتين فوق بعض قبل ما اقفل، هنا هتلاقي البنطلون رجله مستريحة. عايزة تضيقي مفيش اي مشكلة، الموضوع معاكي اهو. طب وليه التعقيد ده؟ ليه كل تعقيد ده؟ مفيش تعقيد ولا حاجة. في ناس بتطلب دايما انه لا انا عايزة اتعلم اعمل البنطلون، انا عايزة اتعلم اعمل البنطلون بجيوب. انا مش فكرة ان انا اجيب بنطلون من الدولاب على قد بنتي واروح اقصه فوقيه، انا عايزة اتعلم حرفية البنطلون نفسها، تمام؟ طيب اهو زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين طبعا معانا اكيد الوسط واسع قد ايه، لانه هيبقى فيه استك. ده تركيب الاستك، ممكن تلف الاستك على وسط البنوته وتقفليه وتشتغلي بيه. انا بحبه المفروض كده قدامي لاني بخاف يلف مني بصراحه يعني، فانا بحبه كده مفروض وشداه معايا وبيجي مظبوط الحمد لله اهو. كل واحده تقيس على وسط بنتها وتعمل القياسات لبنتها. عايزه تعملي نموذج زي ده مفيش اي مشكله طبعا اهو. اهو تمام، شايفين كده شكل البنطلون. وبتني تاني بعد، بس لازم اشيل الخيوط الفنيات دي مطلوبه اهي، واروح تانيه تاني بالشكل ده. اهو مفيش اسهل من كده. محدش يمشي عشان هعيد شرح تاني، بس ايه برضو بطريقة تالتة اهو. اهو يا جماعة نازلي لبست بنطلون اخيرا، بقالها اسبوع لابسنا تيشيرت بس، النهاردة ان شاء الله كده لبست بنطلون اهو. شايفين الاستيك لغاية الوسط اهو، شايفين الحجر مستريح ازاي. طبعا مش هينفع نعمل طول البنطلون لان شايفين رجلها كمان مليانة ازاي من تحت اهو، يعني كتير كلمناها تخس مفيش فايدة، تمام. طيب قولي لنا بقى كنت هتقيس ازاي يا ام عبد الرحمن؟ هجيب بنطلون البنوته، ما تقلقيش مش هقول لك هحطيه على القماش واعملي زي، لا هتروحي قايسه الطول ده اهو. شايفين الطول الكلي، الطول الكلي ده بتاع البنطلون بقيسه واروح مسجلاه في ورقه، تمام اهو. معلش اذا كنت طولت عليكم في الفيديو اهو، تمام. ده بنطلون 5 سنين اهو، طلع معايا كام؟ 74. طلع معايا بالاستك، بس ما تنسيش انت في جزء بتاع الاستك اللي هو هيتني الجزء ده، تمام. طلع معايا كام؟ طلع معايا 74 سنتي، ماشي الحال. ده الطول الكلي. طيب الطول الداخلي ده اللي انا بتكلم عليه اهو، طلع كام؟ طلع 50 سنتي. 50 سنتي اتراحي الاتنين دول من بعض، 74 من 50 حوالي 24 سنتي. دولت ايه؟ دولت الحجر، دولت المسافة دي اهي، دولت اهو شايفين اهو ال 24 سنتي، بس طبعا عشان الاستك 25 سنتي اهي، هي دي المسافة اللي احنا بنتكلم فيها، تمام. هو ده اللي انا بقوله، ان انا اطرح الطول ده من الطول ده يديني الطول ده، تمام. طيب وكمان في حاجة اللي استنتجناه ايه؟ ان انا دخول الحجر بيبقى 5 سنتي في الامام، الخلف زودي، الخلف زودي، زودي الضعف، زودي 4 سنتي، المهم انك تزودي. اتمنى ان يكون الفيديو سهل وبسيط، نسيتوا اللايك وماشيين من غير ما تعملوا لي لايك. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.